هنالك الكثير من العوائل أنا ذكرتهم قبل قليل اللي تعتاش على أجرها اليومي، بالتالي صار موضوع حظر التجوال وضررت هذه العوائل. يعني دائما تردنا مناشدات وكلام من هؤلاء المواطنين، الطبقة المهمة والفقيرة في مجتمعنا العراقي، أنه هي تعبت ومستعدة أن تخرق هذا الحظر من أجل لقمة العيش. يعني هل هذا الموضوع يفسر على عجز الحكومة الواضح في توفير مواد غذائية لهم أو راتب بسيط لحين انتهاء الأزمة؟ طبعا 100%. عدم اولا اداره الازمه هي بحد ذاتها هم فاشلين بها. يعني شلون يديرون الازمه؟ هسه مثلا اني بشكل بسيط مقترح اقترحنا اوزع الحصه التمويليه على المناطق الفقيره واترك المناطق الغنيه باعتبار انهم موظفين او عندهم دخل، يعني اوزع بالمناطق الحريه واترك مثلا المنصور مثلا. نعم. مثلا يعني العملية بسيطة جدا، لكن أيضا فشلوا بها. الفقير بالنهاية أيضا يعني يوم يومين ثلاثة الموضوع طال شوية، والموضوع بدأ يفرز سلبيات عن هذه الحالة. لهذا لازم الحكومة بسرعة، طبعا هذا لو أنا أحكي أيضا على مستوى الموصل، في الموصل لليوم وزعت 70,000 سلة غذائية. 70,000 سلة غذائية، كل سلة تكفي 10 أيام، وفي بعض السلال تكفي 15 يوم. نعم. فساعدت 70,000 عائلة. يعني تخيلي دول 70,000 عائلة ما وصلنا لهم الفرق التطوعية، كان صار بيهم؟ تعرفين شلون يعني أكو الفرق التطوعية أيضا سابت هاي 70,000 عائلة اللي إحنا مسجل عندنا، ربما أكو مساعدات، يعني ناس مع ناس ما سجلت، مثلا جيران مع جيران، اقارب مع اقارب. بالضبط. يعني اليوم يمكن يا صقر بهذه الازمه بين دور المنظمات المجتمع المدني والنشطاء واضح اكثر وطغى على الدور الحكومي بهذه طبعًا الازمه. طبعًا. طبعا يعني حتى على مستوى المنظمات، كثير من المنظمات اسم فقط. حتى على المنظمات الدوليه هنا داعش عن فرق تطوعيه ومجتمع مدني، وليس منظمات ان جي او لها علاقه بميزانيات ولا علاقه بمنح. حتى هذه المنظمات ايضا نعم. يعني فشلت او ما ادري بالضبط شلون ما تعاملت في الموضوع. فهذا الموضوع عندما اجي في الموصل 100,000 عائله تم سد رمقها من قبل المتطوعين. تخيلي ما موجودين هذول المتطوعين، كان صار بهم ال 100,000 عائله؟ كان 100% تحركوا وكسروا حظر تجوال او سووا لهم فد عمليه يعني مؤسفه بسبب الجوع.